Bonjour tout le monde, aujourd'hui hanديرو عندنا trois étapes. On a le biscuit d'aquoise. Le biscuit d'aquoise, c'est le biscuit aux amandes. Ou عندنا la mousse au chocolat. Ou bien sûr, on a le croustillant. Alors, on fait étape par étape, je te fais mon nez. La première étape, on déroule le biscuit d'aquoise. Alors, je fais les ingrédients. On dit 3 baillats de bête. On dit 35 g les amandes et qu'on oublie le chour malhiyin. On dit 40 g noix de coco. On dit 30 g sucre. عندي 75 غرام سكر غلاس وعندي 30 غرام فارينا alors نبداو في لا روسيت تاعنا هنايا لي 3 بلون دوف تاعي نطلعهم اون نيج ومن بعد نحط لو سكر 30 غرام نحطو اون دو فوا هنا لازم تكون عندي اون مورينغا هنا البياض البيض تاعي كي طلعته اون ناج هنا نحط له السكر نحطو اون دو فوا فوالا دوك هنا ما نسحقش الباتور هنا نحط 75 غرام سكر غلاس هنا لازم نصيرو ونزيد له 30 غرام تاع فارينا ونزيد نواة كوكو اللي قلنا 40 غرام ونزيد 35 غرام تاع لي زامون اللي قلنا بالقشوره فوالا هنا نخلط لي زانغريديون نخلط من تحت للفوق بلا ما نحبط لا ميرينغ تاعي هاد البسكوي اللي تري بون يجي خفيف وبنينه دوك هنايا نجيب لو بلاطو تاعي هنا في البلاطو لازم نديرو بابي كويسون فوالا ونحط لو بسكويت تاعي فوالا ونيتالي ما نديروش اون كوش رقيقه Voilà, donc hakda ndirou fi lfour, le four ani chalato 180 degrés. Temps de cuisson maximum ma chal taqayq hatta 15 daqiqa. Voilà, donc ndirou ana fi lfour. Entre-temps, noujdou la mousse au chocolat. Voilà, hnaya pour la mousse au chocolat, hna noujdou sirop cuit à 117. Andi 30 g sucre ou andi 20 g ta lma. Ou hna andi 3 jaunes d'œufs ou hnaya tlat 250 ml ta la crème fraîche liquide, hadiya. La table batteur ou bien sûr la nihata au bain-marie 125 g de chocolat noir alors on ebdaw hna ya andi le casserole on hat fiha 20 g ta lma on hat 30 g ta sucre voilà on hatou fouk le nar hna les 3 jaunes on drabhom chouya bel batteur on doubli lhom le volume le temps yujed li le sirop cuit à 117 hein. هنا وجد لو سيرو تاعي كوي 117 هنا نحطو اون فيلي فوالا هنايا دوك نحط الشوكولا تاعي اللي قلنا 125 غرام
فوالا هنا نخلط. هنا باش نخلط لا كريم فريش لازم لاباري تاعي تكون باردة. فوالا فوالا دوك هنايا نرفد شويه من لا كريم فريش. هنا نخلطها نورمال. هاد لاموس شوكولا بزاف بنينه نقدر ميم ديروها دون دي فيرينا. فوالا دوكا نديرو الكونترار نحط لو ميلونج تاعي. فوالا نبدا نخلط من تحت للفوق. فوالا هنا لا موسو شوكولا راهي واجده. دوك هكذا نخليها دو كوتي. فوالا هنايا بور لو كروستيون هنا عندي 30 غرام تاع لي زاموند رحيتهم بالقشور. وهنا عندي لافيتين نحط لكم لو ليان تاع لافيتين خدمناه ديجا اون فيديو. هنا غاناشو شوكولا دات طون بور طون دوبت 100 غرام دو شوكولا نوار. زدت لها 100 غرام دو كريم فريش سخنتها في الكاسرونه حطيتها اون دو فوا على لو شوكولا وحركتها ولات عندي اون غاناش. فوالا وخليتها تبرد. الو هنا نديرو لو كروستيون هنا غاناش شوكولا نديرو لو لافيتين نزيدو لي زاموند نديرو في ان ريسيبيون شويه عريض هكذا باش نقدر نخلطو. فوالا لو كروستيون تاعي راهو واجد. دوكا بقى عندنا لو مونتاج. فوالا هنايا شوفو لي بيسكوي داكواز تاعنا هنا شدي طون دو كويسون 10 مينوت نحكم بابي كويسون. ونحي بابي كويسون هو سخونه. فوالا هكذا يجينا ساهل كي تنحيه. راح نديرو بهاد لو سيرسو لو ديامتر تاعو 16 سنتيمتر. الوغ نقطع البسكوي تاعي هنايا نقطع نعاون روحي بالموس. دو بريفيرونس قطعوه كي يكون هو هكداك سخون تجبدوه من الفوغه. فوالا نحكم ان بلاطو نحكم ان كارطون. فوالا هنا نحط الكروستيون فوالا هنا نحط لو سيرسو تاعي. فوالا دوك ندير لو كروسيون ندير لو كاف لي كوتي.
Voilà, on a nحكم la cuillère. On se gagne bien le croustillant تاعي باش يجي même niveau. Voilà. Voilà. Voilà, donc هنا نحط la mousse au chocolat. Bismillah. Voilà, je suis à Bakaïda. Voilà. خرجت من الكونجيلاتور خديتو شويه طومبيراتور امبيونت باش نقدر نديمولي لو مول تاعي. تقدروا ميم تستعملوا لو شانيمو تسخنوا لو سيرسو تاعكم بالشانيمو وديمولي وتمتم. الوغ هكذا نديمولي لو كاتو تاعي. هنا نسوبودري لو كاكاو نديلوري لو كاكاو من الفوق. Voilà. Le royal au chocolat. Ou là, le triano. Je vois la décoration de Jali comme qui mène à donc une des chocolats blancs, on accepte triano. Voilà, j'espère que vous avez la recette d'aujourd'hui. Dites-vous toujours j'aime. Je dis comme je dis, à la prochaine.